السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بشكل سريع نراجع شلون الواحد ممكن يحسب عدد الأوبر اللي ممكن يعطيها أي مريض. أول خطوة مهمة، لازم نعرف كم ملي جرام في كل كاربيول بغض النظر عن الأنستاتيك سلوشن. لو كان 1% في 1.7 ملي لتر كاربيول، معناته في 17 ملي جرام، وهكذا. يعني ال 1% راح يكون 17 ملي جرام، 2% 34 ملي جرام، 3% 51 ملي جرام، و 4% 68 ملي جرام. لو افترضنا ان الكاربيول مو 1.7، لو افترضنا ان 2.0 2 ملي، معناته في 20 ملي جرام، 40 and then 60 and then 80. شهر anesthetic solution اللي هو اللايدوكين، إذا كان plain معناته الماكسيموم recommended dose 4.4 ملي جرام لكل كيلوغرام. إذا معه epinephrine يصير 6.6 ملي جرام. وراح نتكلم أيضا عن الارتيكين 7 ملي جرام. هذا two solutions لازم تحفظهم. وأيضا مكتوب أن للأطفال يكون 5 ملي جرام لكل كيلوغرام. طريقة الحسبة سهلة جدا، تضرب الوزن بالماكسيموم recommended dose، بعدين راح يطلع لك التوتال، تقسم على الملي جرامز ان ايتش كاربيول. لما تكلمنا عن 2% راح يكون 34، 4% راح يكون 68 ملي جرام. لما تقسم التوتال عليه راح يطلع لك النمبر اوف كاربيولز. خلنا نفترض عندنا بيشنت وزنه 25 كيلوغرام، وراح نعطيه لايدوكين. لايدوكين وذ ابينفرين الماكسيمم ريكومندد دوز 6.6، معناته تضرب 25 ب 6.6 راح يطلع لك التوتال، بعدين تقسمه على ال 34، لأن ال 2% كل كاربيول فيها 34 ملي جرام. راح تقسم التوتال على ال 34 راح يعطيك 4.8 كاربيولز. يعني إذا أعطيته 4 كاربيولز you'll be fine. خلنا نفترض أن البيشنت وزنه 45، هذا مثال ثاني، وراح نعطيه أرتيكين. الماكسيموم ريكومندد دوز الأرتيكين 7، فتضرب 45 ب7 راح يعطيك 315. وبما ان الارتيكين از 4% معناته ان كل كاربيول فيها 68 ملي جرام، تقسم راح يطلع لك 4.6 كاربيول. يعني تعطي 4 كاربيولز ماكسيمم از ا جود ايديا. يو كان يعني تعطي هاف كاربيول بعد زياده.